أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. قال أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي أن جماعة مواطنون ضد الانقلاب باتت وبلا لبس أحد أذرع حركة النهضة للإيجار، مثلما كانت رابطات حماية الثورة فقد تم استبدال اللحية برباطات العنق، وذلك في تعليق على دعوتها لتظاهر هذا الأحد لمحاولة مساعدة نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري من الإفلات من العقاب، تزامنا مع الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بالعيد. ونذكر أيضا أن هذه الدعوة تتزامن أيضا مع الدعوة لتطهير القضاء، فنتساءل عن الهدف من اختيار هذا التاريخ، هل هي صدفة أم هي محاولة لإقحام الفوضى والجر إلى العنف لمنع الإصلاح وإفلات المجرمين من العقاب؟